جيجي حديد عارضة أزياء وممثلة أمريكية اكتسبت شهرتها بعد ما ظهرت للمرة الأولى ضمن قائمة موقع models.com اللي بيصنف أفضل 50 عارضة أزياء بالعالم. ومثل ما شايفين البداية عم بتكون مع جيجي حديد بعدة كوفرز لعدة مجلات عالية. قدرت احتلت جيجي حديد بفترة كتير صغيرة أغلفت أهم المجلات مثل فوغ، مثل آل، مثل ماري كلير، كل هالمجلات المتخصصة بمجال الموضة بسرعة البرق، حتى على غلاف مجلة فوغ أرابيا بأول إصدار له كانت جيجي حديد. بما أنه هي من أصول فلسطينية صحيح. أكيد، وهالبنت بتملك تشارم، مع انها شقره، مع بيقولوا دائما انه الشقر ما عندهم جاذبيه السمر، ولكن هي عندها بتجمع اثنين، ويمكن هيدا اللي ميزها. وبشرتها يلي بتميل للحنطيه مش للبياض، وعيونها الخضر اللي بيميلوا للزيتي اكثر من الاخضر الفاتح، فعندها هيدا وانا بحس عندها بيبي فيس، يعني تطلع بوجهها بتشوفي بيبي. صح. وجيجي حديد للأسف بتعاني من مرض بخليها دايما انها تفقد شهيتها، ودايما بيتهموها بالصحافة العالمية انها هي ما لازم تكون هالقد ضعيفة، لانها هي موديل لكتير من الصبايا من جيلها والصغار كمان، فهي دايما بتقولون انا متأسفة، عم بحاول قد ما فيي ان يعني يكون بصحة منيحة، لانه في صبايا بياخدوها كقدوة، بس هي عندها هيدا المرض يلي هي فعلا بتعاني من فقدان الشهية، وبخليها انها كتير تفقد من وزنها وتكون كتير نحيلة. كتير أشخاص أو نجوم أنا قارئ عنهم البيوغرافي عندهم هيدا المشكلة اللي بيعملوا فوميسمون، يعني بيستفرغوا. هي ما عندنا يعني مش إنه بتاكل، ما أنا بوليميك بترجع بتستفرغ، هي عن جد ما بتقدر تاكل، أو إذا أكلت جسمها بيفقد بسرعة الوزن يعني. أوكي. بالإضافة لمشاركتها بعروض الأزياء، ظهرت جيجي حديد على غلاف العديد من المجلات العالمية منها فوغ، إل وغيرها. مثل ما شفت علي بالبداية لابسة كانت بلايزر شانيل، وفيما بعد كانت تقريبا نيكد، وبصور اللاحقة عم نشوفها لابسة كمان كلاسيك، يعني كل اللوكات يعني حتى لو شفت أنا بصورة نيكد أو شيء ما بشوفها إكسنتريك، ما بشوفها يعني مثيرة بطريقة انه تخدش العين، يعني بشوفها بلوحة فنية، لانه هون عم نشوف فكرة، عم نشوف اضاءة حلوة، عم نشوف كاميرا حلوة، عم نشوف مصور شاطر، وتوب موديل كتير مهمة. بالنهاية السوبر مودلز علي ما فينا نحن نقيمهم اذا هن كانوا بصورة نيكد، يعني تعتبر غلط بالنسبة لنا. هيدا تعتبر يعني عن جد صورة ارتستيك، اشتغلوا عليها وقت حتى عارفوا يضووها، كيف تقعد بأي طريقة وشو اللي بده يظهر فيها لهيدا الصورة تحديدا. ولا مرة حسينا انه هي مثيرة او هي فولجر، بالعكس منقول شو حلوة هالصورة، لان لما يضووا الجسم من نواحي معينة وبيعتموا من نواحي معينة كأنه عم بينحتوا الجسم، كأنه عم بيرسموا الجسم، ففرق ما تضوي على أماكن يمكن مثيرة، وفرق ما تطفي بطريقة صح ذكية وحلوة، وهي شغلتها بالنهاية. شيء زي موديل صحيح. بالإضافة لعرض الأزياء شفنا جيجي حديد عم تعرض لتومي هيلفيجر من بعد ما صار في كولابوراسيون بينها وبين تومي هيلفيجر. هون عم نشوف بعرض تومي هيلفيجر وعامل كوليكسيون على اسم جيجي حديد ليميتد اديشن، عملت سولد اوت بجميع انحاء العالم. وهون اللي بحب انه اقول انه ذكى العارضه، مش بس حلوه، لا طلعت ذكيه جيجي، انه استثمرت اسمها، استثمرت جمالها. جيجي انا بحبها لجيجي منك. اوكي. فاستثمرت شهرتها بعمل يمكن يدلها مكسوب مادي، كانت صغيره وتجارة. يعني هي صغيره بالعمر جيجي، يعني منيح انه عم تفكر بزنس وايز، يعني بعد سنين قدر وين رح توصل كمان، يمكن تعمل دار ازياء باسمها. صح. وبدي اقول انه نحن شفنا بارت كبيره من هالكوليكسيون بلبنان باحد الستورز، وكان يعني بيتومي هيلفيجر ستورز. الحلو انه قدرت لحق حالي بكم قطعه من بوتيك اكيد تومي هيلفيجرز يلي موجودين بلبنان، واشتريت بس مايويات. اي مبروكين. ايضا كان في تعاون بين جيجي حديد وماسيكا يلي سبق وهلا كانت معنا من هي دقيقه. ضيفتنا اليوم. هي ضيفتنا كانت لا فاليري ماسيكا. وهالشيء التعاون كان ما بين فاليري وجيجي، لانه عملت بالشين حرف مثل الجي وبقلبه في حبه الماز، كوليكسيون طويلة عريضة من باج، من رينجز، دي باج أو دي رينجز، ترجمعت باج وباج وكوليه، وكانت كوليكسيون كتير حلوة. والحلق كمان ما بدنا ننسى. طبعا ارتبط اسم جيجي حديد مؤخرا باسم فيكتوريا سيكريت، إذ شفناها على منصات العرض مع سيكريت لأكثر من 4 سنين.
مثل ما بتعرف داري انه كل اوتفيت عند فيكتوريا سيكريت بيحكي حكايه لحاله. أكيد. هون عم نشوفها بتونيو لفيكتوريا سيكريت بالباتر فلاي معمول بطريقه ظاهره من كتفها ومن ورا بعده اوتفيتس عم نشوفها. ظهرت بعده اوتفيت وكل اوتفيت بيحكي حكايه اندبندنت عن الثاني. وبدي اقول كمان انه حلم كل عارضه ازياء بالعالم انها تعرض لفيكتوريا سيكريت وتعتبر انه وانس عرضت مره واحده لفيكتوريا سيكريت بنصنفها بنصير بالكلاس بالكلاس A بلس. يعني هي بتصير من العارضات يلي مطلوبين كثير بيكونوا بالسوق واللي اجسامهم بتكون مليانه او بيرفكت يعني ما بيكونوا كثير ضعاف لانه فيكتوريا سيكريت ما بتحب الضعف كثير. وهون بذكر انه جيجي حديد حاولت قد ما فيها تكسب وزن لتكون موجوده بين هالعارضات. كيف معقول يطلع الميك اب مع جيجي حديد من خلال ماركت ميبيلين؟ الاسبوع الماضي شفنا ناومي كامبل كيف عم تعمل ميك اب وعم نشوفها قبل المكياج وبعد المكياج. اليوم عم نشوف جيجي حديد كيف هي قبل المكياج وبعد المكياج. بعد نشوف فيها بيبي انا بشوف وجه طفوله خاصه بهالعيون المبطنه الحلوين. يمكن شوي كمان احدى النجوم او نجمات لبنان اللي حاولوا يعملوا هذا الفون بعيونهم. جيجي عندها طريقة مختلفة بالمختلفة خلقت الله بقوله يعني خلقت ربها هي حلوة صحيح. وعيونها هن هيدي الفورم تحديدا وبالنهاية الوجه الحلو يعني ولا يخفى القمر بقوله صحيح. فشو ما عملت عليه رح يكون ميك اب حلو ميك اب قوي ميك اب ناعم رح تبين انها هي عن جد حلوة.